يا من تهزين يا بنت الرجال القرم، يا غاية الحسن يا اخت الوافين الكرم، يا زهرة الفل لو تلبس قديم الهدوم اقدم مثل تجدد موضته. يا سلام قولي لمن هو يشوفك في نهار القدوم، خصم بوسط المنصة والبني والزحام، ابن خلف قاله يا زهية تعال وشوف، خف على هنا وقوف الكلام، خف على الواحد هنا وقوف الكلام. ما فيه داعي مكف، ما فيه داعي حسوم، ما فيه داعي عتاب ولا يفيد الخصام، تكن من تولع الملعب تدق الخشوم، الطاغية فالجمال الطاغية فالمقام، أمر من القايدة نرجو ثبوت العموم، كل النظر للعموم إلى الأمام الأمام، واللي حضور جلوس إبليس ممكن تقوم، هذا نظام الجمال ونفذوها النظام، هذا نظام الجمال ونفذوها النظام. جميع السموم اللي تخدر عقول المنتنين الهيام، وليات ما يا الخصر ضاع وضاع علوم، حتى النساوين صابت بروس السهام، واختمها رقمها عندي زعيم الرقوم، نعم زعيم الرقوم اقولها بالختام، نعم زعيم الرقوم اقولها بالختام. انتهى الزين يا بنت الرجال القروم، يا غاية الحسن يا اخت الوافين الكرام، يا زهرة الفل لو تلبس قديم الهدوم اقدم مثل تجدد موضته. يا سلام قولي لمن هو يشوفك في نهار القدوم، خصم بوسط المنصة والبني والزحام، ابن خرب قاله يا زاهية تعال وشوف، خف على ارواحك هنا وقوف الكلام، خف على ارواحك هنا وقوف الكلام، خف على ارواحك هنا وقوف الكلام. 737